السلام عليكم، ورجعنا لكم في فيديو جديد وبخصوص تسجيل على الجامعات الحكومية. ومعانا النهاردة جامعة نجدة عمر خالص ضمير. الجامعة ترتيبها المحلي 71 وترتيبها العالمي 2692. يلا نبدأ في عملية التقديم. طبعا هسيب لكم الرابط أسفل الفيديو، مجرد ما هتضغط عليه هيظهر الشاشة بالشكل ده، وبالشكل ده يبقى بدأنا في عملية التسجيل. هو هنا كاتب إن مجرد ما بتعمل سبميت للأبليكيشن أو بتعمل الابلكيشن، بترفع الابلكيشن على السيستم كده، خلاص ما تقدرش تعدل فيه اي شيء، وحاطين ايميل تقدر تتابع عليه او تقدر تبعت لهم لو في اي مشكلة. طبعا بيقولوا هنا انك ما تقدرش تفاضل بشهادة الثانوية فقط، وعاملين تنبيه. هنا بيطلب معلومات شخصية زي اسمك، اسم العيلة، اسم الاب، اسم الام، النوع ذكر ام انثى، تاريخ الميلاد، وهنا الجنسية. تضغط نيكست، تدخل على الخطوة التانية. هنا بيقول لك حط رقم الباسبور الخاص بك، وهنا بيقول لك حط رقم تليفونك، وهنا بيقول لك حط عنوانك، وهنا بيقول لك حط الدولة اللي انت مقيم فيها، وهنا بيقول لك حط الايميل الخاص بك. دخلنا على الخطوة الثالثة، وهنا بيسألك عن اسم المدرسة، وهنا بيسألك عن تقديرك. انتبه، لازم تحط الفصلة دي. وهنا بيسألك عن النظام المدرسي الخاص بك، وهنا بيسألك عن الامتحان. طبعا الامتحان مش شهادة ثانوية، الامتحان شهادة دولية، فانت لو معاك سات تقدر تحطه. تمام، وهنا بيقول لك درجتك فيه كام، وبتضغط نيكست. بندخل على الخطوة الرابعة وهي الرغبات. طبعا تقدر تعرف الكوتا من هنا، الكوتا اللي هو عدد الطلاب المطلوبين في كل تخصص. خلينا نختار اي رغبة. طبعا متاح لك انك تختار 5 رغبات. بعد كده بتضغط نيكست. الخطوة الاخيرة بقول لك ارفع صورة شخصية. هنا دي الصورة الشخصية اللي هنرفعها. هنا بقول لك ارفع الدبلومة كصورة. وهنا بيقول لك ارفع التقدير الخاص بك اللي هو الترانسكريبت بمعنى اصح. وهنا بيقول لك ارفع شهادة الاختبار الدولي الخاص بك. بعد كده بتعمل كونفيرم اند سيف. هنا بيقول لك احفظ رقم الابليكيشن الخاص بك واللي هو 149. تقدر تضغط اوكي كده، وبكده تكون انتهيت من عملية التسجيل. طبعا كده يبقى تميت عملية التسجيل. تروح على الايميل هتلاقيه بعت لك الباسورد الخاص بك، وبعت لك رقم الابليكيشن الخاص بك، ومعاك الايميل. تقدر تعمل تشيك في اي وقت. بالتوفيق ان شاء الله، وانتظرنا فيديوهات قادمة. السلام عليكم.